السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيح؟ على باس. بون، كيما وعدتكم قلت لكم البارح في اللايف بلي اليوم ان شاء الله غنحط لكم فيديو. انا عند الوعد ديالي نورمالمون كنت نحطه في الصباح، مي والله العظيم ما ساليتش النهار كامل، نهار كامل وانا جري هنا جري لهيه. بون فوالا، ليسونسيال انني غنحط لكم الفيديو. بون، باش بلا ما نطول عليكم، البنات اللي مازال ما اشتركوا في القناه ديالنا يشتركوا. انا اميمه، اميمه مالوغوزمون هي انا شويه، اما كنا غنطلعوا انا وياها، مي انتما كتشوفوا فوالا. هذا ما كان البنات. بالنسبه للبنات اللي مازال ما اشتركوا معنا في القناه يشتركوا. بغيت نقول لكم بلا اللايف اليوم لايف كوم لافيسود. بغيت نقول لكم بلا الفيديو ديال اليوم غيكون فيه دي بروموسيون خطيرين البنات، بغيتكم كاع تبروفيتيو من هاد البروموسيون، حيتاش اليوم هو غدا بلوطو درنا لو 30 ولو 1 ولو 2 ولو 3، غدا لو ديرني جور في لا بروموسيون. بون، نبدا ما نطولش عليكم في الهضره، ديجا هذا الليل وانا شوي ان بو فاتيغي مع العيد النهار والخدمه وجري جري من لهنا. انا لقفت كيعجبني نطلع لهم لي ديدات، باش الا كنت دايره دي براسلي كيبانو، كنت لابسه دي زاكسيسوار، دي زاكسيسوار راكم عارفين، مع اسم الهضره كتلف ليا هادشي من لا فاتيك. بون، نبداو مع اول قفطان. هذا المبرد الناس محفره. بون، كي كيجي كيجي هكذا، ما عرفتش واش بان لكم القفطان كومبلي ولا لا، نحاول انني نهبط شويه. ها انتما البنات شفتو التوب ديالو كي كيجي؟ هذا راه يلبسه البنات حتى ل، ها انتما انا كنلبس ميديوم، كيلبس ميديوم لارج حتى الاكس لارج ودوبل اكس لارج. اذا التوب ديالو كيتير البنات، مو خاصكم غير تعرفوا كيفاش تلبسوا القفطان. وهو غير غنقول لكم المفاجأة، فغيمون الثمن ديالو جد 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 مناسب البنات، تقريبا باش طايح علينا باش كنبيعوه. انا كنت وعدت البنات، عايم بعدا نوريكم وجهي وانا كنهضر. كنت وعدت البنات وقلت لهم بلا ان شاء الله نصاوب لكم واحد لا بروموسيون خطيرة، وانا عند الوعد ديالي. بالنسبة للثمن ديال هاد القفطان كان كيبقى 800 درهم، دابا اون بروموسيون 500 درهم البنات. انا نوري لكم في المرايه باش يبان لكم حسن. بون، ها نتوما البنات شوفوا القفطان كي كيجي، كيجي رائع البنات في اللبسه. ها نتوما كما كتشوفوا بالمبره محفره، راه ثمن الكراء هو ثمن البيع البنات، فريمون كيجي فن في اللبسه. اللي بغات تبرع راسها وما تبقاش كاع تمشي تكري عاد تقلب، كيجيو شي حوايج على خفله البنات. راه دي فوا كنتعرضو حتى النهار بنهارنا، مي فاش كيكونو الناس اللي كيعرضو النعزات ماشي مشكل كنمشي، واخا كيقولو داك المثل المعروض في نهارو يبقى بدارو. بون فوالا البنات، اللي عجبها الموديل سكريني انا نخلي لكم 4 نيميرو من تحت الفيديو في يوتيوب، غنخلي لكم 4 النوامر، اي وحده اتصلتو فيها غتلقاو ان شاء الله الجواب. بون البنات، ندوزو مع ثاني موديل اللي هذا ديال المرمى. هذا كولور فلاش يا البنات، ما مقداش تليفون، هذا راه كولور فلاش داك لو غوز الكتريك، حتى ان شاء الله نوري لكم في المرايه عاد يبان لكم احسن. بون، بالنسبه نعرفكم شويه بالموديل ما نزربش عليكم بالثمن. هذا كريب اتلانتيس البنات، كريب ممتاز. دون كاين البنات ما كيفهموش التوابت، اللي نقول لك عليه انه كريب خطير صبن ورد. هاد المريمة مخدومة بالعقيق الممتاز ام جي بي، وخا تبقى لك 5 سنين ما كتكشف ما والو، غادية في اليدين كله، لي مونشها ما بتدريس كما كتشوفو. القب واحد الافتحة القدام، هنا مخدومة بالرنداد الواحد، هنا مخدومة اوسي بالرنداد الواحد، هنا بالرنداد الزيرو، مهم خدمة ديارية وبحال الا دافعة عليه يديك. نورمالمون هادو كانوا كيخرجو البنات 700 درهم ديرنيي بخي، حيتاش بروموسيون يبقاو 650 درهم، و فغيمون دياها تقريبا براس مالا، و لا كاليتي ديال الخدمة ان شاء الله محظوظة. هادي اللي غتسديها ما نقولكمش عليها، ما نزيدوش نشكرش في سلعتي، يكفي البنات اللي تقدموا عندي. ما كرهتش انكم تخليو لي دي كومونتير تحت لا فيديو في يوتيوب. بون، نوريها لكم بالوقفية و ندوزو لدوطخ موديل ان شاء الله. بون لي في فوالا لا كولور اكزاكت ديال الجلبه. ها نتوما بالنسبه للطول راه كتجي طويل، ولا بالنسبه للمحجبات وكتجي عندها افتحاء القدام كما قلت لكم. ها هي المريمه ديالها كي جايه، كتجي حليله في اللبسه البنات. بالنسبه للبنات اللي كيزعموا على لي كولور فلاشي، سي لوكازيون باش تبروفيتيو.
بون فوالا هاد التوب دو مي سيزون كي تلبس صيف او برد فاش بحال دابا راه ميم سي كيكون عندنا البرد مي كيكونوا دي جوغ اللي كيكونوا مشمشين كتقولي عليهم بحال الا الصيف كتكوني معروضه عند شي ناس كتكوني خارجه شي خارجه نقيقيه جلابه هي احسن ما صراحه انا بالنسبه لي اللباس التقليدي ما كاينش بحاله عنده واحد لو شارم ديالو بوحدو هانتوما شوفوا الموديل البنات مزيان شوفوا التضريس اللي عندها في لي مونش خدمه نقيه البنات شتو نقربكم شويه من المريمه فوالا كتجي خطيره في اللبسه بون اللي عجبو الموديل كيما نعاود نذكر البنات اللي ما عارفينش كيفاش يديروا الطلب من تحت الفيديو غتلقاو 4 ديال لي نيميرو في صندوق الوصف صونيو على اي وحده ولا تخليو ميساج لاي وحده غتجاوبكم ان شاء الله بحول الله. بون البنات ندوزو لثالث موديل شوفوا هذا جاني سور ميزور البنات بالنسبه للبنات اللي غيسولوني شمن طاي كندير انا كنلبس لا طاي ميديوم شوفوا هاد الجلبه البنات فريمون كتحمق كتجي في اللبسه زوينه بزاف هانتوما شوفوا كتجي فيها الطرز من لهنايا كيجيو العقيدات ملونين نص طوق فوالا البنات هادي مخدومه البنات بمليفه ليليان هادي راه تلبس في هاد لابيريود هادي وتا في البيريود ديال الصيف توب على طول العام انا صراحه كيعجبوني التوبات ديال اللي كيتلبسوا على طول العام حيتاش كتبروفيتي فيهم فهمتي بحال دابا دي فوا كناخذوا جلابه ديال البرد ما كتشبعي منها حتى في اللباس حتى كيجي الصيف او لو كونترير بون هادي جلابه اللي تقدري تلبسي على طول العام في البرد ما برداش الا لبستي من تحت شي بيل سخون وشي كولون غليظ غتسخنك وفي الصيف راك تلبسيها مع المهم كتلبسي شي حويجه خفيفه من التحت اوسي ما تهدكش بزاف فريمون كتجي فني ولا في اللبسه البنات شوفوا القبض ديالها شحال عريض شوفوا الخديمه ديالها كي جايه فريمون خدمتها حتى هي نقيقيه انا غنوريها لكم في المرايه باش تبان لكم احسن بوغ بلوس دو ديتاي فوالا بالنسبه للثمن ديال البنات كانت كتبقى 450 دابا اون بروموسيون 400 درهم البنات وي ما تجيوش تقولوا لي من بعد ملي ملاو هزتي في الاثمنه ولا شي حاجه هذه هي بروموسيون البنات راه عندها 3 جوغ فهمتوا راه تقريبا كنخرجوا السلعه براس مالها والله العظيم شي وحدين قسما بالله الا خرجناهم براس مالهم حيتاش قلت للبنات ووعدتهم في اللايف ديالي قلت لهم غنصاوب لكم بروموسيون خطيره ونيت فعلا وفيت عند الوعد ديالي ما تجيوش من هنا واحد السيمانه ولا 3 جوغ فاش تكون لا بروموسيون سالت تقولوا لي مريم احق بعتيها بالثمن فلان فلاني امري مزتي في الاثمنه نو انا راه فاش بعتها بالثمن بحال بهادي 400 درهم انا تقريبا ما ربحاش معاك بحال اللي ضربه ثمنه ولكن ماشي خساره فيكم كما كنقول لكم ديما ماشي خساره فيكم هي نتوما حاولوا تفهموا الوضع نوريها لكم في المرايه ما نزيدش نطول عليكم في الهضره بون البنات ها كيفاش كتجي فنه في اللبسه بالنسبه للبنات اللي بغيو يسولوني على الطول ديالي انا فيا متر و70 راجل بطويله ليسونسييل انها تكون طويله هانتوما متر و70 ولبسه دي طالون نقولي بحال متر و76 دابا جاتك طويله عندها الحل تقدري تنقصي منها فوالا البنات قربكم الموديل مزيان شوفوا هاد لي موتيف اللي عندها هنايا شوفوا العقيدات شوفوا الخديمه ديالها متقونه البنات والمليفه ديالها صبن ورد ما كيبقى لا والو ما كتحبب ما كتشرب ما والو انا جي ادوري فريمون كتجي فنه دوزو لدوطخ موديل البنات بون البنات ندوزو لهاد الموديل القفاطون اللي كيجي كلوش بون هنايا راه ما غيبان لكمش البنات تنوريه لكم في المرايه شوفوا البنات هادي مبرة مرايه غير من تحت راه فيه 8 متر ديال الثوب هذا ديجا كنت قيست واحد في واحد من لي لايف ديالي هذا فريمون كانوا الناس حماقوا عليه في لو نوار مي حتى لو جون ديالو صراحه صدق خطير وجا فند في اللبسه انا كيعجبوني لي كولور هكذا اللي كيكونوا اونيك بحال بهاد لو جون هذا ماشي داك الصفر المشعشع نو ما عرفتش واش اللي وريت لكم كما كيبان لكم في الصوره راه هكذا هذا هو لا كولور ديالو اكزاكت ماشي داك الصفر المشعشع نطرطحنا ما كيعجبنيش داك لي كولور هذا كيجي زويون في اللبسه البنات او ميم طون جاي سامبل عنده غير من لهنايا طرز وتنبات ومن تحت البنات كله جاي سامبل جاي هابط بواحد الخريطات من لهنايا صافي ومن اللور عاوتاني عنده واحد ما عرفتش كيفاش نوريكم ها نتوما من اللور عنده حتى هو خريطات كيجي فريمون فن في اللبسه
ما تديوش لينا اليوم، راني مروحه، ولكن واخا هكداك وعدت البنات قلت لهم ان شاء الله غدا نحط لكم فيديو سور لوتر شين في يوتيوب. بون خاصني نكون عند الوعد ديالي. فوالا البنات نوري لكم بولا دانيير فوا، هذا كان كيدير البنات 800 درهم، راه ميم سي 800 درهم راه ثمن جد مناسب البنات. مي حنا معروف علينا الاسمنه المناسبه وجوده، دابا غير بقى اون بروموسيون، بقى لا بروموسيون اليوم راه كومونديو بالليل وغدا ان شاء الله حتى 12 الليل، اي بقى ب 600 درهم. وي 600 درهم فطان كلوش، شوفوا هذا غير من تحت راه فيه 8 متر ديال الثوب، مبره مرايه مبره مزيانه وبالبيرلاج بالحجيرات، راه كتمشي تكري غير قفيت عادي راه كتكري ب 8000 ريال. انا كنعطيه لك كادو، يبقى عندك افي تلبسيه انت تلبسو اختك، المهم كتكون عندك شي حويجه دي فوا كيجيو دي زوكازيون كما قلت لكم مناسبه على غفله كتلقاي بعدا عندك ما تلبسي كتلقاي. نوريه لكم في المرايه، ما نطولش عليكم في الهضره باش نقيس لكم بلوز دو موديل. ها انتم البنات القفيت من كي كيجي من القدام كيجي حلو في اللبسه، راه كيجي رائع البنات فوايي. بون لي بغات تسكريني الموديل تسكرينيه وتصيفطوا ليا، فريمون انا جي ادوري. فوالا البنات كي داير، بون دوزو لهاد الموديل البنات اللي بغات يجي لبس سخيخنا د البرد، هادي واخا سخيخنا البنات التوب ديالها ما تقيلش. نقربكم شويه من لوسيسو ديالها، ما كيتحبب ما والو، خدمتها نقيه بزاف البنات مفينيه مزيان. بون هادي كانت 700 درهم لو بري ديالها، ديرني بري 700 درهم. انا نوريها لكم في المرايه باش تبان لكم اكثر. دابا اون بروموسيون 550 درهم، انتما شوفوا البنات كي كتجي خطيره في اللبسه. انا صراحه بغيت كاع البنات يبروفيتيو ويدوقوا السلعه ديالي، وفريمون ما غتندموش البنات ان شاء الله. هنا تقصوا سلعتي غتولي بارمي مي كليونت فيدير، كاينين تبارك الله دي كليونت لي كيكومونديو ما شاء الله، واحد الكليانه راه تبارك الله واخا خدات سلعتي وعاودات، اون فوا كتبان لها شي حاجه جديده ماشي كليانه وحده، كليانات هما كتكوموندي، حيت الحمد لله سلعتنا نقيه خدمه دياريه ما فيهاش داكشي ديال فهمتي، ما كنتشطروا لا في خدمه لا في ثوب لا في والو، بحال اللي كنخدموا الحاجه لريوسنا. ما نزيدش نشكر لكم في السلعه، كنتمنى انكم تجربوها باش تعرفوا علاش كنهضر لكم البنات. نوريكم الموديل في المرايه وندوزو لدوطخ موديل ان شاء الله. بون البنات فوالا الموديل كيجي، كيجي اكثر من رائع. شوفوا هذا راه يلبس حتى الاكس لارج بالنسبه للبنات اللي يكونوا طويلات هكذا، المخزني اللي كيكون ثوب واقف كنصح به البنات اللي طوالات. من خلال التجربه ديالي البنات اللي كيكونوا قصيرين شي شويه ما كيجيهمش المخزني مزيان، ما كيواتيهمش بزاف، مي كيجيهم فحال وحده الا كان الثوب نازل مهدلب. مي الا كان الثوب شويه واقف بحال هذا كما كتشوفوا، هذا الثوب شويه واقف كنصح به البنات اللي طوالات، فيهم متر 60 الفوق، متر 60 الفوق. شوفوا هاد النويبشات اللي عنده، شوفوا القيدات بلديين، شوفوا البنات الكمام بالتضريس، القب اوسي حتى هو بالتضريس، فريمون جا ان ميلونج ديال الفير وهاد لاكولور. حتى تقدروا تلبسوا مع دي بوتين، تقدروا تلبسوا مع دي طالون، جلبه كتحمق وهمويه كوم لابيتود، جلبنا كاع همويين. فوالا هذا ما كان بون البنات لبست لكم هاد القميص، قولوا لي كي جاكم فريمون اكثر من رائع. يعني نقربكم شويه من القميص، انتما البنات جايب الطرز الفاسي من هنا فوالا، هاد المليفه ليليان. بون بالنسبه للوقات فوقاش نقدروا نلبسوا هاد القميصات، كاينين بزاف ديال زوكازيون فاش يتلبسوا هاد القميصين، بحال فاش كتمشي عند ناسك اولي ما تبغي واقفه بالبيجاما كتخرب البيجاما، دي فوا كيكونوا بيجاما مزيرين راكم عارفين، وكتبغي تلبسي او ميم طون حتى حويجه نقيقه قدام لا فامي، درتي شي كولي كيبان، كنتي كديري الفوله ولا شي حاجه كتهزي غير كميمات، كتكوني ديجا دايرين دي براسلي دي اكسسوار. المهم تبارك الله راه العيالات المغربيات ما نحسش عاد نوصيهم فريمون، هاد القميصين كيجيو زوينين في اللبسه فوقاش عاوتاني نقدروا نلبسوهم. اللقاء الاول بحال دابا فاش العريس كيجي عند العروسه بوغ لا بروميير فوا، كيجيو عندي بنات البوتيك كيقولوا لي مريم حقا راه عندنا هاد لوكازيون شنو نقدروا نلبسو فيها، كنصح كاع البنيتات كنقول لهم من الافضل
مازال الحنة، مازال ضرب الكاريت، مهم مازال العرس، من الافضل تلبسوا شي حويجه تكون غير هكذا د الوقوف، قميص، كديري شويه الماكياج، شويه ديال لي زاكسسوار، كتبان فريمون فنه. نزيد نطول عليكم في الهضره، انا ديجا راه مروحه، عرفتي الصوت كيتقطع ليا، النفس كيتقطع ليا. بون نوريكم الموديل في المرايه وانتم حكموا. بون البنات، ها الموديل كي كيجي، نحاول نقربكم شويه من الموديل. ها انتما كيجي اكثر من رائع. بس بالبنات لا يتسألوا على الثمن ديال هذا القميص، هذا ديجا الثمن ديالو مهبطين البنات، هذا 400 درهم. راه كنمشيو كنخيطو غير قميص عادي كيطيح علينا القليله 12000 ريال. هذا قميص بالطرز بكلشي بالتضريس كله 400 درهم. احنا كنديروا لا ليفغزون البنات بارتو، كوسوا داخل المغرب او خارج المغرب، فيا امانه انترناسيونال، وفي المغرب بيان سور فيا امانه ناسيونال. فوالا الثمن ديالو 8000 ريال البنات، 40 اورو بالنسبه للبنات الخارج ما كيعرفوش بالدرهم. فوالا هذا ما كان، راكم على العروسه ديالي. بون هذه هي المناسبه باش بروفيتيو البنات، قولوا لي كي جاتكم هذه اللبسه. فاش نقول لكم الثمن ديالها غنصدمكم فريمون. هانتوما شوفوا البنات، شوفوا الكميمات ديالها. هذه حتى بالنسبه للبنات اللي كيديروا الفولاغ راه كتجي زوينه، ماشي ترانسفارونت من هنا. فوالا انا صراحه اللبسه كتعجبني مكفضلة على جلينا باش كتبان فريمون كتجي. هانتوما شوفوا لا ديفيرونس، كتعجبني تكون هي 3 كار. تقدري ديري مشمرات هنا حتى البنات اللي كيجيوهم الكمام طوالين، هادي استوس باش ديرو مشيمه وكتجي هي هاديك. فوالا شوفوا فنه هادي البنات، كوسوا العريوسه محبي اللون الاخضر اللي ما عمرها شرات شي لبيسه وكتبغي شي حاجه تكون عندها، فريمون كتجي فنه. نقربكم شويه من اللبسه عندكم ما ديروا بكمارتي. هانتوما شوفوا كيجي البنات، الا قلت لكم الثمن ديالها فريمون غنصدمكم. بالنسبه لو بري ديال هاد اللبسه، هادي لبسه شوفوا من الظهر كي كتجي جيسبر تبان ماش باينه شي شويه بلاش مزيان. مالوغوزمون ما كايناش في اختي امي مراه في الدار الفوق باش نوريكم اللبسه كي دايره. كون كانت تشد ليا فيديو اسبان حسن واتوريكم لي ديتاي بلوس، مي انا غنوريكم في المرايه شويه، نحاول انني نقربكم الموديل اكثر. بالنسبه لهادي كانت كتبقى 1000 درهم، مفاجاه انها في هاد لا بروموسيون ديال لي 3 جو 700 درهم، 700 درهم لا غير 700 درهم، 14000 ريال البنات. وي 14000 ريال. هانتوما كتشوفوا كتجي فريمون كتجي رائعه في اللبسه. نحاول انني نقربكم البنات من اللبسه. بون شوفوا البنات كي كتجي من القدام، هادو كاع اللي كنوريكم بالنسبه للبنات اللي يقدر يجيهم تساؤل مريم علاش مطيحه الاثمنه بزاف، هادو كلهم جدادين وما عمرهم تلبسوا. كاين اللي غتقول لك اه لا هادو يكونوا زعما ديجا كارياهم وكتبيعهم، نو بون باش نقول لكم كاين اللي واخا كتهضر معاهم ما كيتيقوش، راه الحاجه فاش كتكون مكريه كتكون فيها ريحه ديال البارفان، واخا كتدي المصبانه دي فوا ما كتزولش، كاينين دي بارفان اللي ما كيزولوش واخا كتصبل الحاجه، بالعكس فاش كتسخن بالبريسه كتطلق الريحه وكيكونوا الجليل ديالها من التحت كلهم محرودين. بون ثمن هادي مفاجاه 700 درهم. نعاود نكرر البنات، هادو راه ماشي لي بري ديالهم ديما، راه نورمالمون فاش يتحيد السولد هادي راه كتبقى 1000 درهم باش نكونوا فاهمين البنات. ما تقوليليش مريم لا وهزتي، هادي بروموسيون ديال راس العام. فوالا كان لي كيديو السلعه. الظهر ديالها نحاول انني نقربكم شويه من الظهر ديالها، شوفوا البنات كي كيجي كيجي خطير. يلا العريسات ديالي فينكم، بروفيتي من لوكازيون، راه فيها شي لوينات اللي بغات وكانت انتريسي تصل بيا في واحد من لي نيميرو اللي غنخلي لكم تحت صندوق الوصف. فوالا هذا ما كان البنات، كي جاكم هذا الموديل فريمون سخيخ للبنات، واعر واعر واعر. هذه ديال فودان، هذه بارمي جي البنات اللي كيعجبوني فريمون، بلو براتيك كتكوني بحال دابا خارجه تسخري باش تجيبي الوليدات من المدرسه، ضيع ضيع الشنطه كتحلي السريفه وكتلبسي، ديجا تكوني لابسه بيجاما ولا شي حاجه من التحت ما كتبانش. هانتوما شوفوا الموديل كي جاي البنات، فنيونه في اللبسه ايفازي،
كتجي في النا وعند القب تكون كطيح الشتيمه فريمون كتجي واعره البنات وتتمن ديالها واعر تتمن ديالها هذا نورمالمون كانوا كيخرجوا 400 درهم دابا اون بروموسيون 200 درهم البنات لا غير 200 درهم لا غير بون الحاضر يعلم الغايب اللي كتعرف شي صاحبته باغا تقدا جلبه الشتا وبدا بري ريزونابل تابونا في لاشين ديالنا راه حنا ديما عندنا لي بري تري ريزونابل ما تلقايش حتى الثمن فقط اخر في السوق وجلبات فريمون حليلوين في اللبسه كيجيو فنين سبور تقدي تلبسي مع دي باسكت وعراك الجري فوالا دابا كان البنات انا بعدا جي ادوري نوريها لكم في المرايه بون البنات شوفوا الجلبه كي كتجي كما قلت لكم كتجي ايفازي بالنسبه لهاد الفتيحه اللي ما تبغيهاش ديجا تقدري تلبسي شي جين من تحتها ولا كولون غليظ ومع دي باسكت سينو تجمعيها عند الخياط تجمعيها عند الخياط فاسيل فوالا البنات كتجي فنيونه في اللبسه وتتمن ديالها فنيون بحالها شوفوا الفرور اللي عندها في لي مونش كتجي فنه 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 في اللبسه وبراتيك وكتجي تري كلاس انا لبسه مع هذه الطالون خلاص راه الطالون لابساه مع القميص مع الجلابه مع كلشي ما تديوش عليا لي في كيجاكم هذا كي جاتكم هذا البيسا في التركوا فنه 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 نقرب لكم شويه من البيسا لا كولور ديالها ها انتما العروسه ديالي لي زانفيتي شوفوا باش نكونوا مفاهمين بروفيتي من لوكازيون كورونا راه ما بقى لا والو ان شاء الله جاي عام جديد اكيد ان شاء الله يلقوا لنا العراسات الناس اللي مازال ما داروا العراس راه كاينين هكذا تبارك الله هاد الناس اللي باغيين يديروا شي حاجه كيقول لك راه العرس نوبه وحده في العمر خصنا نفرحوا براسنا خصنا نديروا العرس في القاعه خصنا فهمتي كما قالوا نوبه وحده في العمر الانسان كيدير العرس بون كاينين الناس اللي ميم سي ضربوا الكاغيط كيقولوا عين هي ربي زول علينا هاد الوباء ونديروا احسن عراسيه الناس اللي غيكونوا معروضين وجدوا من دابا بروفيتي من لوكازيون من دابا حيتاش راه عرض محدود وهاد لا بيريود هادي راه تقريبا خرجنا الباسينه ديال الرفيه بنص مالهم حيتاش راكم عارفين ما العراسات كاينين مي داكشي اونتر فامي كيكون داكشي محسوب فهمتوا اللي بغيت نقصد لكم بون فوالا بلا ما نزيد نطول عليكم نوريكم البيسا هادي كتلبس سمول ميديوم لارج 3 تاي بون فوالا انا غنوريها لكم في المرايه باش تبان لكم كثر بالنسبه للثمن ديال هاد البيسه هي نورمالمون كانت كتبقى 1000 درهم ديرنيير بري ديجا حنا راه معروف ان هنا لي بري ريزونابل 1000 درهم لبسه واجده راه فريمون تري ريزونابل دابا في البروموسيون كتبقى 850 850 درهم فقط وي 850 درهم ها انتم البنات كتجي رائعه و تري سامبل نوريها لكم في المرايه بوغ بلوس دو ديتاي بون البنات شوفوا البيسه كي دايره كي دايره اكثر من رائعه كتجي تري سامبل هلو فوالا البنات ما تديوش عليا انا ما كنعرفش نصور مزيان مي كنحاول انني نقربكم الموديل لو ماكسيموم فوالا بيفي رجعت لكم بكولور فلاشي شكون من المحبات لي كولور فلاشي ميم سي كيكون البرد نورمالمون لي كولور فلاشي كيكونوا عليهم اقبال خطير في الصيف ابتداء من الربيع كيبداو الناس يعجبهم داك لي كولور فلاشي كاينين صراحه تبارك الله ناس اللي كتقول لك انا كيعجبوني لي كولور فيف فهمتو كتقول لك لبس الجلابه خاصها تكون اللوين ديالها يفتح لي وجهي يفتح لي مهم الجلابه تكون باينه عليا فوالا هادشي اللي بغيت نقصد نوريها لكم في المرايه بالنسبه لهاد الجلبه غدا كلها براندة حتى لتحت ها نتوما شوفوا تدريت في اليدين الثمن ديالي اللي قلت لكم البنات هادي تقدو تاخدوها وتبروفيتي من لوكازيون حتى الصيف ان شاء الله ولا الربيع ولا فاش كيكونوا ليامات مشمشي راكم عارفين الناس كاينين الناس في كازا ساكنين كتكون الدنيا عندهم سخونه حنا في الصفر راه السمد البرد ميم سي كيكون كيكون زعما النهار مشمس كتكون كيكون الجو بارد بزاف الناس د مراكش الناس د الرباط ما كيكونش عندهم داك البرد بزاف حنايا جينا قرابين من افران بون داك الهواء ديال ودايرين بالجبال داك الهواء ديال افران وحدنا
مهم جاي مدينه بحال تقولي في شي حفره، الناس اللي ما كيعرفوش مدينه صفرون بحال جاي شي حفره ودايرين بها كاع الجبال، سي نورمال انها تكون بارده. فوالا هاد الجلبه هادي صيفيه كتجي فن في اللبسه البنات، انا غنوريها لكم في المرايه، والثمن ديالها جد مناسب. نورمالمون في الصيف كنت كنخرجو ب 500 درهم، حيت غادا كل براندات تال لتحت فيها تنبتات خفافين وليدين حتى هما بالتدريس والقب كذلك. دابا المفاجاه انها 300 درهم البنات، وي 300 درهم. بالنسبه للبنات اللي يسولوني واش كديري توصيل للخارج، كندير توصيل لخارج المغرب وداخل المغرب، فيما كنتي كنصيفطو لك فيا امانه انترناسيونال. كنتي في الخارج وعندك لافامي هنايا وبغيتي نصيفطوها لك، تجي ان شاء الله في الصيف ولا فوقاش ما جيتي تلقايها عندك، يا با سوسي، تعطينا غير النيميرو التليفون ولا لادريس ديالهم وكتخلصينا تما عبر ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام. المهم راه كاينين بزاف فاش كيتخلصو. بون فوالا، نوريها لكم في المرايه باش يبان لكم لا كولور اكزاكت ديالها. بون فوالا البنات، هادي هي لا كولور اكزاكت ديالها، تما كيما كتشوفو حتى داك الافتحه راه فيها التدريس، راهي ما محداش، كانت مطويه في ستوك. بون فوالا شوفو لا كولور ديالها، بحال ميلونج ما بين الفير و لو جون الكتريك. بون فوالا كتجي فنه في اللبسه، في صالتها ماشي مخزانيه، في صالتها عاديه، الصاله العاديه. فوالا البنات اللي بغات بروفيتي من لوكازيون، 300 درهم، 300 درهم، 30 اورو، 6000 ريال. فوالا البنات، هاد التليفون.